واقع مرير إن عدم فيه الحياة، واقع ندر فيه الحياة. لا أبالغ عندما أقول عدم فيه الحياة، فأصبحت ترى الآن من تبرج النساء ما ترى، بل ومن تخنف الرجال أيضا ما ترى. كيف ذلك؟ أصبحت ترى الآن الأساور أو ما يسمونها بالحصاصات لا تفارق معصم الشاب، أصبحت ترى الآن السلاسل لا تفارق رقبة الشاب من شباب المسلمين الآن. والعجيب أنها أصبحت يعني كجزء لا يتجزأ من حياته، لا ترى الشاب إلا الساعة في اليد اليسرى والحصاصة في اليد اليمنى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا نرى البناطيل المتقطعة ليست فقط للشباب بل وللبنات أيضا، وانتشر هذا الأمر بشكل واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء لا يعلمون أنهم ملعونون، لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: لعن الله المتشبهين من الرجال والمتشبهات من النساء. ألا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المخنثين من الرجال والمتوجهين من النساء؟ ألا يعلمون ذلك؟ ألا يعلمون أن اللعنة هي الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى؟ أم أنهم يستهينون بهذا الأمر؟ كيف نحيا أصلاً في هذه الحياة دون أن يرحمنا الله تبارك وتعالى؟ كيف يستهينون بأمر كهذا؟ الله أسأل أن يهدي شباب وبنات المسلمين وأن يردنا جميعاً إلى دينه رداً جميلاً، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.